اللهم في هذا الصباح وفي أنفاس هذا الصباح أرزقنا علما نكتسبه وبشرى نسعد بها. صبحكم الله بالخير مشاهدين ومشاهدين تلفزيون قطر وين ما كنتوا في هذا الصباح، صباح الأنوار، صباح السعادة والتفاؤل. ومثل ما عودناكم في أولى فقراتنا في هذا الصباح رح ننتقل معاكم إلى بورصة قطر، إن شاء الله تكون مؤشرات مليئة بالتفاؤل مع زميلنا مروان أبو شنب. صبحك الله بالخير مروان. أسعد الله صباحك بكل خير الزميلة شيخة والسادة المشاهدين. أسبوع جديد إذن للبورصة القطرية يبدأ بعد 3 دقائق، تفتتح فيه جلسة التداول بعد أسبوع حافل كان بالأخبار وحتى الارتفاعات كما تابعنا خلال الأسبوع الماضي. نذكركم فقط بأنه المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي ارتفع بنحو بأكثر من 6.25%، وصل فيها المؤشر العام إلى مستويات 9469 رابحا، وهنا الأهم أكثر حوالي 550 نقطة خلال هذا الأسبوع، وتحديدا في جلسات طبعا الأربعاء والخميس لاحظنا الارتفاعات الممتازة والمعتبرة التي شهدها المؤشر العام. على صعيد القيمة السوقية للبورصة القطرية أيضا ربحت في خلال الأسبوع الماضي أكثر من 31 مليار ريال قطري، وصلت القيمة السوقية وارتفعت بنسبة 6.5% لتصل إلى 510 مليارات ريال، وهو ما يعادل 137 مليار دولار أمريكي في مقابل 479 مليار ريال كانت قد سجلت في الأسبوع الذي سبقه. بمكاسب أسبوعية كما ذكرنا وصلت إلى حوالي 31 مليار ريال قطري. السيولة طبعا أيضا لاحظنا الدخول المكثف للمحافظ الاستثمارية الأجنبية تحديدا، وعمليات الشراء المكثف في القطاعات القيادية على رأسها بنك قطر الوطني وأيضا صناعات قطر. نسبة السيولة ارتفعت في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة فاقت 7%، وصلت إلى 1.47 مليار مليون ريال قطري في مقابل نحو 1.370 مليار مليار ريال سجلت في الأسبوع الذي سبقه. كان هناك طبعا بالنسبة لأسعار الأسهم المرتفعة لاحظنا ارتفاعات شملت 43 شركة من إجمالي طبعا 44 شركة مدرجة في البورصة القطرية، فيما حافظت طبعا شركة واحدة على إغلاقها. هذه طبعا الارتفاعات والتي يعني فاجأتنا إنما جاءت طبعا انعكاس للعديد من الأمور الداخلية والتي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد القطري، ولاحظنا أيضا تطورات على صعيد الشركات، لاحظنا أيضا إعلانات للنتائج المالية فاجأتنا وعلى رأسها بنك قطر الوطني والذي وصلت الأرباح إلى مستويات هي الأعلى في تاريخه. هذه الأنباء كان لها تأثير كبير على مسار المؤشر العام ليس فقط في بنك قطر، وإنما كما ذكرنا بعض الأمور المختصة بالوضع الذي تعيشه قطر والمواقف أيضا
السياسية وكيف استطاعت يعني الوقوف في وجه كل ما تعرضت له من حصار وتبعات هذا الحصار. تفتتح إذن مشاهدي الكرام جلسة التداول في البورصة القطرية في هذه اللحظات، المؤشر العام عند 9456 نقطة. الشركات المرتفعة في هذه اللحظات: فودافون في الصدارة ب 8.80 ريالات ونسبة ارتفاع تصل إلى أكثر من 2%، 2.5% في فودافون. الدولي الإسلامي أيضا يسجل 56.5 ريال مع 1.25% ارتفاعات. شركة وقود تسجل ارتفاعات عند 113 ريال مع ارتفاعات تقترب من 1% في هذه اللحظات. الدلالة أيضا 19.19 ريال مع أكثر من 0.5% ارتفاعات. الخليج الدولية عند 22 ريال مع حوالي 0.5% ارتفاعات. تداولات حتى اللحظة يعني مليونين وحوالي 600,000 ريال. كهرباء وماء في صدارة الشركات الأكثر تداولا، الدولي ثانيا بحوالي 473,000 ريال. ناقلات عند 146,000 ريال. الريان 84,000. ولدينا أيضا المصرف الإسلامي عند حوالي 100,000 ريال تداولات عليه في هذه اللحظات. ناقل الكهرباء والماء تسجل في هذه اللحظات الانخفاضات، أبرز الانخفاضات، وعند 200 ريالين. ناقلات ثانيا عن 18.30 ريال. والخليجي البنك الخليجي 13.40 ريال. ولدينا المصرف الإسلامي عند 94.40 ريال. هنا خبر اليوم من مودز التي أعلنت أنه وكالة طبعا التصنيف الائتماني أعلنت تثبيت تصنيف ودائع بنك الدوحة عند الدرجة A to Premium 1 والتقييم الائتماني الأساسي عند A عند BAA 1، وتناول التصنيف ودائع بنك الدوحة عند الدرجة A 2 في عملية التقييم. كل من أهمية البنك بالنسبة إلى النظام المالي المحلي وحصته في السوق التي تبلغ حوالي 8% من الودائع. سنعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى في سياق إن شاء الله عودتنا إليكم مرة أخرى في العاشرة بإذن الله تعالى. نعود الآن إلى الزميلة شيخة في برنامج في الضحى. إليك شيخة. شكرا زميلي مروان أبو شنب من بورصة قطر على هذه المعلومات البسيطة كمقدمة كملخص لما يحدث الآن في بورصة قطر، وراح نلتقي إن شاء الله بين فقرات برنامجنا. الصواعق ما تصيب إلا القمم، كن مع الله سبحانه وتعالى ستكون قويا ومع أجمل مناظر من بلاد قطر. نشعل قواري والقواري بالصدر نار وحديد. يا علم رفعت على كل أسواري ورب البيت ما تخفر ثقيل. حل قواري والصدر يشعل قواري والقواري بالصدر نار وحديد. يا علم رفعت على كل أسواري
رجعنا لكم مشاهدين، ومثل ما أخذناكم في جولة حول أحلى مناظر من بلاد قطر، نأخذكم الحين في جولة في صحفنا المحلية. أولى صحفنا المحلية وأول خبر عندنا اليوم من جريدة العام. مستشفى حمد العام يجري 8 عمليات زراعة أعضاء في أسبوع واحد. أعلن الدكتور يوسف المسلماني مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء والمدير الطبي لمستشفى حمد العام التابع لمؤسسة حمد الطبية عن خضوع 8 مرضى لعمليات زراعة كبد وكلى ناجحة في شهر يونيو الماضي بمستشفى حمد العام، مشيرا إلى أن المرضى يواصلون الآن تماثلهم للشفاء في منازلهم. وأشار إلى أن المرضى الذين أجريت لهم عمليات زراعة الأعضاء حصلوا على الأعضاء التي تم زراعتها من 4 متبرعين مختلفين، من بينهم متبرع على قيد الحياة يرتبط بصلة قرابة بأحد المرضى، أما المتبرعون الثلاثة الآخرون فهم متبرعون بالأعضاء بعد الوفاة، مشيرا إلى أن العمليات الثمان التي أجريت تضمنت 5 عمليات زراعة كلى و3 عمليات زراعة كبد. طبعا نتمنى المؤسسة حمد الطبية التوفيق في كل العمليات التي يقومون بإجراءها، ونتمنى الشفاء العاجل أيضا للمرضى الذين تم التبرع لهم بهذه الأعضاء. ننتقل الآن إلى الخبر الثاني من جريدة الراية. تعيين 177 معلما ومعلمة قطرية بالمدارس الحكومية. كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي للراية عن تعيين 177 من الكوادر الوطنية بالمدارس الحكومية اعتبارا من العام المقبل كمعلمين ومعلمات، حيث سيتم رفد المدارس ب 137 من المعلمات القطريات خريجات برنامج طموح تعليم ابتدائي موزعين على 4 تخصصات، في حين سيتم رفد المدارس الثانوية ب 40 خريجا وخريجة من الكوادر الوطنية موزعين على 5 تخصصات. وقال المصدر أن وزارة التعليم والتعليم العالي قررت فتح باب الابتعاث لبرنامج طموح للحصول على بكالوريوس التربية والتعيين الفوري في المدارس الحكومية أمام غير القطريين من مواليد دولة قطر وأبناء القطريات ومواطني دول مجلس التعاون وحملة الوثائق القطرية للعام الأكاديمي المقبل، لافتا إلى أنه مدة الدراسة بالبرنامج 4 سنوات بنظام الدوام الكامل، كما أن الوزارة سوف تمنح مكافأة للطلبة القطريين خلال الدراسة بقيمة 7000 ريال شهريا، وستتكفل بالرسوم الدراسية للطلبة الملتحقين بالبرنامج. كل الشكر والتقدير لوزارة التعليم والتعليم العالي المتولين من جهد من أجل توظيف الكوادر الوطنية سواء كان في المدارس أو غيرها من القطاعات العامة والحكومية. ومع خبرنا الثالث من جريدة الوطن، البطاقات الثقافية بشعار العزة. أوضحت الشيخة نوف بنت مبارك بن سيف الثاني مدير الشركات في متاحف قطر أن إصدار بطاقات جديدة من برنامج بطاقتك إلى الثقافة تحمل شعار تميم المجد، هو شكل آخر من أشكال التعبير عن الوحدة والدعم التي لامستها متاحف قطر بين أفراد المجتمع القطري جميعا، لافتة إلى أن عدد أعضاء البرنامج وصل ما يقارب 16,000 عضو. وأشارت إلى أنه تم إعادة تصميم البرنامج بإضافة مزايا جديدة مصممة خصيصا لتلبي احتياجات فئات محددة من الجماهير تشمل العائلات والطلاب والمعلمين وغيرهم، موضحة أن البرنامج يتيح الفرصة أمام الجمهور للاستمتاع بباقة متنوعة من عروض متاحف قطر الثقافية، وهو يشكل مصدر إلهام لبناء ثقافة أصيلة للإبداع والابتكار في قطر. كل الشكر طبعا لإدارة متاحف قطر أيضا لما تقدمه من برامج ترفيهية وأيضا ثقافية متنوعة للجمهور واستقطاب أكثر عدد ممكن منهم لطبعا رؤية الأعمال الإبداعية في متاحف قطر.
وآخر خبر لدينا اليوم من جرائدنا المحلية مع جريدة الشرق، إحسان يطلق برنامج أتواصل التدريبي بالتنسيق مع مدى غد. دعا السيد مبارك بن عبد العزيز الخليفة المدير التنفيذي لإحسان كبار السن ممن هم فوق 60 من الذكور المهتمين بتطوير قدراتهم في المجال التكنولوجي للتسجيل والمشاركة في البرنامج التدريبي الثاني أتواصل، والتي ينفذها مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان بالتعاون مع مركز التكنولوجيا المساعدة مدى، والاستفادة منه لاستثمار أوقاتهم في العمل المنتج وتعزيز فرص التواصل بينهم وبين جيل الأبناء وتنشيط دورهم في المساهمة في برامج تنمية المجتمع. ويستمر البرنامج لمدة 3 أيام، حيث تنطلق الورشة الأولى اليوم والتي تتضمن المهارات الأساسية لاستخدام الهاتف الذكي، وتعقبها ورشة حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وفي اليوم الأخير سيتدرب المشاركون على استخدام بعض التطبيقات الدينية والصحية أيضا. كل الشكر طبعا إلى إحسان التي تولي العديد من الخدمات التي توفرها لكبار السن من أجل طبعا أن تعمل على إيصالهم وتواصلهم مع الجيل الحالي. والحين بعد ما انتهينا من جولتنا في صحفنا المحلية، أيضا عندنا أنشطة وفعاليات كثيرة موجودة في بلادنا الحبيبة قطر، ورح ننتقل معكم الحين إلى فقرة حول تدشين جدارية تميم المجد في منطقة تحيل، وهذا تقرير غطاه زميلي نايف مسلماني. خنشوف هذا التقرير نرجع لكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، في هذه الأيام الجميلة أجمل ما فيها هو تكرار تميم المجد. أبناء حيل قرروا أنهم يحطون لوحتين بدل لوحة جدارية واحدة، جزء مخصص للرجال والآخر مخصص للنساء. تم الافتتاح من قبل الوالد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم. خلونا نشوف معاكم هذه اللحظة. نشوف اليوم يعني في كل أحياء قطر وكل المؤسسات القطرية ومكانات، سواء في البر أو في المدينة أو حتى على السواحل، اللوحات هذه موجودة في كل مكان، وإقبال يعني القطريين عليها والمقيمين في قطر يعني صف واحد، هم كلهم يقدمون الولاء ويقدمون البيعة لصاحب السمو أمير البلاد الفدى. وهذا دليل على إحنا قطر من زمان أن إحنا دائما مع بعض، إحنا يعني نحب للآخرين مثل ما نحب حق أنفسنا. هذه الأيام إحنا قاعدين نعيش أجواء وطنية جدا جميلة، والجداريات هذه اللي منتشرة حاليا في الدوحة وقطر كلها، هي ما هي إلا تعبير بسيط جدا لولائنا وتجديد المبايعة لصاحب السمو. غير كذي إن حسيت الحين بالفترة هذه حابين يعني في وطنية من زمان، بس اللي بينت فيها الحين في هذه الفترة بأكثر وأكثر، من تصرفات الناس، من تفاعلهم مع هالجداريات، أو حتى أشياء بسيطة. يعني كلنا تميم في الأخير وكلنا قطر، ودائما إحنا موجودين أن نعزز هالوطن ونكون إن شاء الله فخر في الدوحة وحتى للعالم، نوريهم من قطر ومن شعب قطر. تشوف الناس قلوبها على بعض، روحها على بعض، الشيء اللي صار لنا هذا قربنا أكثر من قبل، وإحنا إن شاء الله بنوقف بنكون مع سمو الأمير إن شاء الله في كل شيء إن شاء الله بإذن الله. المواطنين والمقيمين هنا في البلد هذه كلنا جنود سيدي سمو الأمير تحت أمره في أي لحظة في أي شارع. مشاعر أي مواطن عادي، كبير صغير، رجل حرمة قطري مقيم على هذه الأرض، تحصلهم يشاركون نفس المشاعر، مشاعر ولاء، مشاعر طاعة، مشاعر محبة، مشاعر خلاص. هذه المبادرة أطلقناها إحنا وسكان هذه المنطقة عشان نبين ولائنا ومبايعتنا سيدي صاحب السمو. ما إحنا نسويه اليوم إلا نتيجة للعمل اللي قدمته لنا دولة قطر والحكومة الرشيدة. كل هذا شيء متواضع وبسيط نقدمه سيدي صاحب السمو، وإن شاء الله منها الأكثر. الولاء للدار والقايد تميم، والوفاء تعبير للوالد حمد، العلم معنى لتاريخ عظيم، والغلاء من شعب لدولة عمد. شيخنا
أنا أسكن في هذه المنطقة وشاركت مع أخواني وأهلي في المنطقة في هذا التعبير عن الحب لدولة قطر وقيادة دولة قطر. كلنا نتمنى أن يديم الله على هذه الدولة المعطاة نعمة الخير والأمن والأمان والتقدم. أعتقد الشعب القطري وأخوان المقيمين جسدوا هذه الروح الطيبة يعني بتعبيراتهم البسيطة. يعني نسأل الله عز وجل أن يحفظ أميرنا ويحفظ بلادنا ويحفظ شعبنا ويحفظ مقيمينا حقيقة، الكل حقيقة، كل قاعد يسعي بطريقته ويعبر بطريقته في هذه اليوم، وهو يوم تميم المجد تميم العز برغم الحصار الذي تمر به دولتنا، ولكن حقيقة أثبت هذا الشعب الشعب الوفي الشعب البطل مع تعاون مع أخواننا المقيمين في دولة قطر أن كلنا وراء تميم، كلنا صف واحد. الشيخ تميم اليوم مفخرة صراحة، شعبنا القطري ومقيمين قطر مفخرة، وأعطينا درس للعالم في هذا الحب لهذه القيادة والوقوف وراها. ودائما نقول لأبو حمد احنا سدك المنيع إن شاء الله، وإحنا دائما وفيين لهذا البلد وفيين لهذه الحكومة، وجددنا البيعة أيضا من خلال وضع بصماتنا وتواقيعنا على لوحات تميم المجد. لكم العالم ولنا تميم، والله يخلي لنا الشيخ تميم وبابا حمد، واحنا هني عشان نجدد الولاء والطاعة. رجعنا لكم مشاهدين مع أولى فقرة من فقرات برنامجنا في الضحى، راح نتكلم فيها عن تميز خدمات صحية في عيادة كلنا نعرفها، عيادة مكافحة التدخين التي أنشئت في عام 1999 التابعة لقسم الصدر والأمراض الباطنية في مؤسسة حمد الطبية. اليوم لقائنا راح يكون مثل ما قلنا عن تميز هذه الخدمات والجائزة التي منحت للدكتور أحمد محمد الملا ضيفنا لهذا اليوم، هو استشاري أول الصحة العامة ومكافحة الأمراض ورئيس عيادة مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية ومستشار وزير الصحة العامة. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير يا هلا، صباح النور. شخبارك؟ الله يبارك. شخبار التميز؟ تميز جيد إن شاء الله. إن شاء الله. مثل ما قلنا إحنا في خدمات صحية وتميزت فيها أو تميزتوا فيها في قسم مكافحة التدخين، لكن راح أتكلم أول شيء عن الجائزة التي حصلت عليها لعام 2017 لهذه التميز، تكلمنا عنها. إن شاء الله. أولا صباح الخير لش وعلى السادة المشاهدين في البيت إن شاء الله. واسمحيني طبعا قبل أن أبتدي بس نقدم الولاء لسيدي سمو الأمير ونجدد البيع إن شاء الله، ونسأل الله أن يحفظه ويحفظ بلادنا إن شاء الله أمينة مطمئنة من كل شر إن شاء الله. هذا أهم شيء إن شاء الله. بالنسبة للجائزة طبعا هذه جائزة تعطى للأفراد والمؤسسات الذي يقوم بعمل متميز في مكافحة التبغ أو التدخين، سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي إن شاء الله، ولنا علاقات إحنا جيدة في عيادة مكافحة التدخين مع المراكز العديدة، سواء الجامعة الأمريكية في بيروت أو مركز مكافحة السرطان في الأردن وجامعة كورنيل في نيويورك إن شاء الله. لا شك أن دولة قطر طبعا مثل ما أنت تعرفين الأم قال سيدي سمو الأمير أن الإنسان هو محور البناء في الدولة. قطر تصرف على أبنائها كثير طبعا، لا شك لما قطر تفوز اسمها في المحافل الدولية هذا خاصة من منظمة مرموقة مثل منظمة الصحة العالمية يكون تشريف لنا وللدولة لا شك الحمد لله، ويدفعنا إلى مزيد من العمل والتواصل إن شاء الله. وأيضا يضاف إلى إنجازات مؤسسة حمد الطبية طبعا في المجال هذه، واللي نلاقي دعم منها على رأسه طبعا سعادة وزير الصحة دكتور حنان الكواري ومدير عام مؤسسة طبية، واللي في نفس الوقت
يعني تشرفنا كمان السنة هاي لأول مرة أن منظمة الصحة العالمية تنتخب وزير دولة قطر ممثلة بوزير الصحة لإدارة إحدى أكبر اللجان الصحية على مدى 10 أيام. الحمد لله، فكان إنجاز إنجازين ولله الحمد إن شاء الله، وهذا يدفعنا إلى مزيد من العمل وطموح أكثر وأكثر إن شاء الله. وهذه اللي راح أسألك أيضا عنه، هذه الجائزة حصولكم على هذا التميز أكيد راح يحملكم مسؤولية ويضيف إلى الخدمات اللي تقدمونها إضافات أخرى، فإيش المسؤولية اللي حملتكم إياها هذه الجائزة؟ طبعا الجائزة يبين إحنا الحمد لله أن دولة قطر قاعدة تشتغل في المجال هذه من دون وقعت على اتفاقية إطارية لمكافحة التبغ أكثر من 10 سنوات وتدفع في اتجاه محاربة التبغ. الحمد لله إحنا الحين في صدد أن التوسع في نبتدي من عيادة مكافحة التدخين إلى مركز كبير في مكافحة التبغ إن شاء الله، وقريبا إن شاء الله شهر 9 بيتم الافتتاح المركز هذه، بنضيف خدمات جديدة عليه، التوسع الانتشار سواء على الرصيد أو المحلي أو على تعاوننا في التعاون الإقليمي أو الدولي الحمد لله. نعم. تعتبر مثل ما قلنا، ما قلت أنت حضرتك أن قطر تعتبر الدولة الأولى خليجيا للموقع على هذه الاتفاقية. نعم. الأمم المتحدة الإطارية. نعم. لمكافحة التبغ. نعم، عام 2030 دولة قطر كانت أول دولة توقع عليه وأول دولة تصدر القانون الحمد لله، عارف شلون، وأول يمكن دولة إحنا في الخليج ننشئ العيادة هنا، عيادة مكافحة التدخين مثل ما ذكرتي ما شاء الله، نحن من 1990 أكثر من 17 سنة والعيادة موجودة من أوائل العيادات، ولنا موقع لمكافحة التدخين أنشأ عام 2005 وهو الموقع العربي، يمكن أول موقع عربي ينشأ عن مكافحة التدخين وموجود على حمد. نعم، وفي تعاون بينكم وبين حتى إدارة المرور في عقوبات، على ما أعتقد أنكم أنتم أضفتوها إلى قانون العقوبات الخاص بمكافحة التدخين يدخن أثناء السير. نعم، القانون الجديد اللي أصدر الحمد لله في شهر ديسمبر 2016 أعتقد في بند من البنود أن لو تدخن معك الأطفال أو شيء في السيارة لك عليه غرامات، حيكون حيطبق إن شاء الله على الأطفال. تقريبا كانت الغرامات كانت بسيطة، الحين صارت من الغرامات زادت كلها طبعا من 1,000 إلى 3,000 ريال تقريبا. نعم، 3,000 حتى لو تدخنين في المحلات العامة سيطبق عليه إن شاء الله، قاعد في تفعيل في القريب العاجل إن شاء الله القسم مكافحة التبغ في وزارة الصحة يفعل الموضوع ويدرب المفتشين الصحيين لإداء تطبيق القانون إن شاء الله. طبعا هاي كلها طبعا في سبيل الحفاظ على صحة أبنائنا ومواطنينا أيضا وسلامتهم، بس انه تطبيق العقوبات لا، الهدف هو طبعا العقوبات مثل عقوبات الحزام انها للترشيد الامور حقيقه، لرادع انما التثقيف اهم شيء عندنا، عارفه شلون هذه، بس انما الحس ليس انت قاعده في قهوه في مول او في مطعم والناس يدخلون حواليك، لازم بده يكون في امور تنظيميه تقود الناس الى الشيء الافضل حقيقه. وبعض الناس للاسف الشديد تضطر احيانا تردحهم بالقوانين، قد يحس لما يدفع 1000 ريال ولا 2000 ولا 3 يمكن يحس يعورق قلبه. احنا اللي ندخن طبعا ما نقدر نمنعه، بس انما نحاول نقنن العمليه، والله اللي بيدخن يطلع برا يدخن، ما يقدر يدخن في المطعم او في القهوه قدام الناس، يطلع برا يدخن في محل مفتوح بحيث ان الضرر يكون عليه اخف وعلى الناس اللي حواليه اخف، سواء عياله او الناس الثانيه اللي في المطعم يكونون. دكتور، عندكم قسم للتوعيه المجتمعيه في عياده مكافحه التدخين، تكلمنا عن انشطتهم ودورهم في توعيه المجتمع بالذات عندنا الشباب. نعم، طبعا الأسس اللي تقوم عليه المركز أو العيادة 3 أشياء احنا نقيم، طبعا نقوم أول شيء على العلاج. نعم. والشيء الثاني مثل ما قلت توعيته في المجتمع والأبحاث. نعم. بالنسبة للتوعية المجتمع احنا نتطرق طبعا عندنا المدارس أهم شيء عندنا، نتكلم على الصف الخامس والسادس إلى المرحلة الجامعية، نتعاون مع جميع المدارس طول السنة، عندنا برامج شبه أسبوعية مع كل المدارس في دولة قطر سواء المستقلة أو المدارس الأجنبية. نعم. عندنا مع الجامعات سواء جامعة قطر شمال أطلنطي، مؤسسة قطر للعلوم، كل جامعة طبعا عندنا الفريق اللي يقوم بزيارتهم بمواعيد محددة إن شاء الله، يلتقي بالشباب اللي هناك يعطيهم محاضرات على طول السنة إن شاء الله، في المولات ننزل مثل ما قلنا في إحدى الجرائد التلفزيون، هاي كلها الدعم الموجود الحمد لله، نحاول نوصل لأكبر شريحة ممكن من الناس، نحاول نيود الأهل مثل ما قلت الصغار قبل لا يبتدون التدخين، لو ابتدوا بعدين مشكلة. نعم. فلذلك نحاول نلحق الأهل من الصف الإعدادي، هي المرحلة اللي يبتدي فيه التدخين عندنا الشباب يبتدون يدخنون من حوالي سن 12 سنة وبعد أقل ترى في وأقل طبعا يعني نقول هالمتوسط ناس للأسف أنا بعض مدراء ومديرات المدارس يتصلون فيني، والله لقيت اهالي الصف الخامس السادس يدخلون لي في المدرسه، ايش اسوي فيهم؟ الحقونا يا جماعه ايش اسوي فيهم؟ نعم. للاسف موجود في المدارس، يعني اعرف الصف الخامس السادس في الحمامات نتكلم ان شاء الله في الساحات المدارس في تدخين موجود للاسف الشديد. نعم. شنو دور الاهل في التعاون معاكم انتم كقسم لتوعيه المجتمع؟ هل تلاقون في تجاوب من الاهل من الاب من الام في هذه الحاله؟ نعم.
هو طبعا على اتجاهين، اتجاهنا التثقيف لما نثقف المدارس، نحاول نوجه رساله حق الوالدين في البيت اننا من خلال المنشورات المطويات الملصقات اللي نعطي الطلاب ذول ياخذونهم لاهاليهم. وطبعا ولما نلاقي حد يدخن من الشباب ذول تلاقي احيانا تلاقي الام مسكته ماسكه الصبي 12 سنه 13 سنه 14 سنه جايب الولد شوي بصيه يعني يقول ايش اسوي في الولد، مو قاعد هاي يدخن في البيت ابوه ما يدري عنه، نبي نوقف من التدخين قبل الاهل يدرون عنه. الابو نفس الشيء احيانا تلاقي يعني قلبه محروق مسكين، وفي تعاون تلاقي يقعد مع الولد ما شاء الله ويصر الولد يجيب الولد بنفسه ويقعد يسألنه قبل الله يجيب الولد شو اسوي الولد ابي شلون اتفق قبل ان يجيب الولد انا بايبه ما يدري احيانا عارف شلون، فيحاول انه يسهل الامور ويجيب ولده بعدين في الاخير معنا بنفسه قبل اي شيء صراحه، وهذا شيء جيد يساعدنا في العلاج. نعم جميل جدا. دكتور تطرقت الى قسم التوعيه المجتمعيه والابحاث ايضا. نعم. عندكم في عياده مكافحه التدخين في مجموعه كبيره من الابحاث، ايش هي اخر الابحاث اللي قاعد تجرونها الحين في هذه العياده؟ طبعا اخر بحث عندنا ان شاء الله تونا مخلصين من 3-4 شهور قاعدين في تحليل البيانات، هو تأثير تدخين الشيشة على أمراض الصدر والقلب على الرئتين وعلى القلب وعلى الشرايين. هذا حوالي بين بالتعاون بيننا ماخذين نص العينات حوالي 220 مريض أو مدخن من دولة قطر و20 مدخن من بيروت، ونقارن بين العينتين نشوف بس تأثير تدخين الشيشة فقط على أمراض على جهاز القلب والرئة. نعم طبعاً أن الشيشة انتشرت بكثرة. نعم. وأيضاً السيجارة الإلكترونية، نبي نعرف إيش الأكثر سلباً عندنا، هل تدخين السيجارة العادية أم السيجارة الإلكترونية اللي انتشرت وأيضاً الشيشة والتبغ أصلاً؟ نعم هو عموماً مثل ما قلت كل أنواع التدخين أو التبغ بمشتقاته ما ينفع، أفضل شيء نقول واحد يوقف التدخين سواء ذكرت تدخين السيجارة تدخين الشيشة السويكة المدواخة والسبيل، كل هاي أشكال طبعا من التدخين. الواحد يقول وقفت أنا كذي سيجارة دخنت الشيشة خف، في الأخير الضرر واحد حقيقة، رأس الشيشة يمكن ما يعاد نقول ونقول ونزيد نعيد لا يقل عن علبتين من السجائر، خاصة لما دخنت في غرفة 4 متر في 4 متر والناس حواليك يدخلون 20-30 واحد وكل يستنشق الدخان، تستنشق دخان الشيشة اللي عندك ومن حواليك. نعم. وقاعد ساعة ساعتين ياخذ وقت طويل فتأثير على الشيشة أكثر، فلذلك الدراسة هي سويناها لأن ما في دراسات موجودة في السوق مطروحة أن تأثير الشيشة فقط، هناك موجود على السجائر. السيجارة الإلكترونية طبعا هي الموضة الحديثة اللي صار لها 4-5 سنوات في السوق موجودة. نعم. والناس تعتقد أن ضررها أخف من الشيشة أو من السجائر العادية، هو في سيجارة إلكترونية في شيشة إلكترونية الحين طبعا الاثنين موجودة يعني ما شاء الله، وهي بالمنظمة الصحة العالمية منعت استخدامها وتداولها، والناس يبيعونها طبعا مثل ما نقول في السوق السوداء أو من تحت الطاولة أو يبون الناس معهم. الكلام فيه كلام كثير طبعا، في بعض الدول تقول لك والله فيه ضرر بس قد يكون ضررها أخف من التدخين، وهذه جانب طبعا قد يكون فيه لأن المكونات تكون أخف. مشكلتها طبعا لما الشباب يبتدونها يبتدي يقول لك أخف من التدخين يبتدي يدخن وبعدين تكون مدخل حق السجائر، او يبتدي يدخن الاثنين، العدد اللي يدخن الاثنين مع بعض يتم يدخن السجاره والسجاره الالكترونيه. في ناس في بعض الناس يستفيدوا منها بس مو بالكل قاعد يستفيد منها للاسف الشديد، فما زالت مش مدرجه من ضمن ادوات العلاج اللي نستخدمها، لا تستخدم كبديل للنيكوتين مثل البدائل الثانيه. اكيد في النهايه هي مضره بالصحه لا شك، لان انت لما تدخنين السجاره عباره عن شنو، عن قاروره مثل محلول تحطين فيه المحلول النيكوتين، وفي بتري تولعينها، البتري طبعا يتسخن، لما يتسخن تغير المواصفات الكيميائيه مالته فيطلع الرذاذ هاي ينزل في الرئه. فالدراسات كثير تثبت يوميا، يطلع لنا دراسات يوميه بشكل يومي ان لها تاثير على السرطان او على الرئه، قد يكون اقل بيطول الوقت بس ما زال الضرر موجود على الرئه، موجود على الرئه. يمكن في ناس كثير يعتقدون ان الدخان الصادر من السيجاره او من حتى الشيشه هو المضر، ولكن الاصح والاضر هو محتويات اصلا كل محتويات الدخان طبعا اللي يطلع من الشيشه هاي اول اكسيد الكربون، هاي ضرر طبعا على يقلل الاكسجين في الجسم، عارف شلون، هناك المواد القطران الموجود اللي في السيجاره، القطران اللي هو نفس الجار مال الشعر اللي يستخدم في السيجاره وفي الشيشه، هذا يدخل طبعا في الرئه يعمل انسداد في مجاري التنفس، هو مسؤول عن انسداد الشرايين وبالتالي الجلطات توصل حق الانسان، 90% من سرطان الرئه لا قدر الله كله من التدخين، 35% من سرطانات المثانه البوليه عند الرجال، سرطان الصدر او الرحم عند الستات، كلها لها علاقه في التدخين. القطران مثل ما قلنا، النيكوتين نفسه اللي يسبب الادمان هذا يترسب في الشرايين مثل الكوليسترول، يقفل الشريان، حتى الواحد لما يدخن لقى ان نسبه الكوليسترول الضار في جسم الانسان تزيد والكوليسترول الجيد ينزل، تعكس النيكوتين يعكس طبيعه شغل الانسان عندك، عارف شلون، فما في شيء. هاي بس المكونات الثلاثه الاربعه اللي نقولها، هناك عشرات المكونات طبعا في الموجوده في السجائر، ومهما كانت التحذيرات اللي تحذر وتنحط على طبعا السيجاره مجبورين هم الشركات انهم يحطون هذا التحذير، ولكن
ولكن النسبة في ازدياد. دكتور، إيش دور الاتفاقية اللي صارت بين دول الخليج على رفع نسبة الضرائب على التبغ 100% للمستوردين بالذات؟ هل كان له أثر في تقليل التدخين عند البعض؟ لا شك، وطبعا دراسات تقول لا شك، وحتى دراسات البنك الدولي لما نزود حوالي 10% بس على نسبة التكس أو ضرائب على السجائر تنزل حوالي 4-5% من عدد المستهلكين للسجائر. مثل ما قلنا لما السجارة 4 ريال تصير 8 ريال تفرق مع الناس. يمكن في الأوضاع الاقتصادية الناس الحمد لله الناس راهية قد ما تحس فيها شوي، بس على فئات كثيرة الدخن خاصة على اللي دخل علبتين وثلاث في اليوم. الحين طبعا حجي ضريبة إن شاء الله، ضريبة الثانية موجودة، يمكن تزاد أو ترتفع السجار 200% إن شاء الله. بعد يعني 100%. نعم، بعض دول الخليج طبقوها، وصلت نعم سعر السجارة 14-16 ريال و20 ريال. فنأمل إن شاء الله الجمارك عندنا في مباحثات مع إدارة الجمارك المالية أن يتم رفع السجاير ويزيد الضرائب على كل مشتقات التبغ إن شاء الله. جميل جدا. إيش المشاريع والخطط المستقبلية لعيادة مكافحة التدخين؟ يمكن أهم خطة إن شاء الله، إحنا مثل ما قلت لك في البداية بننتقل إلى مركز جديد إن شاء الله، مركز متوسع أكبر عندنا إن شاء الله. إن شاء الله عدد الموظفين أو العاملين في المركز بيكون بعدد أكبر إن شاء الله. حتقدم عندنا الحين طبعا زحمة في المواعيد للأسف الشديد، وصلنا ل 2018 زحمة في المواعيد لقلة العاملين. حتكون العيادة بشكل يومي إن شاء الله مستمر عند الناس، حنحط أيام من غير مواعيد، الناس اللي يجون من غير مواعيد إن شاء الله نسهلها. حيكون عندنا عيادات في أكثر من مستشفى، حنحاول نوصل المستشفيات الفرعية، مستشفى الخور، الوكرة، مستشفى القلب، حيكون في هناك عيادات لأسبوعية مرة واحدة إن شاء الله. حنبتدي ندخل عيادات استخدام الليزر في عيادات مكافحة التدخين، صار عليه طلب أكثر من السابق، بنجرب مع الناس اللي يحبون يستخدمونه إن شاء الله. هذه من أهم الأشياء سواء في العلاج بالنسبة للإنسان. عندنا في القريب العاجل إن شاء الله مع بداية شهر 9 أكتوبر المدارس هيكون هناك في بحث كبير إن شاء الله عشان نقيس معدل انتشار التبغ ونشوف مرئيات الناس، المعلومات اللي عند الناس عن التبغ، آليات الموجودة تقدر تساعدنا في مكافحة التدخين. وهذه بتقيس لنا شو اللي صار بعد 10 سنوات، احنا سوينا الدراسة في 2000، نشوف بعد 10-15 سنة شو اللي تغير في المجتمع إن شاء الله. طبعا متابعة لرؤية قطر الوطنية 2030. نعم إن شاء الله. دكتور، ذكرت علاج الليزر، تعطيني نبذة مختصرة عن هذا العلاج؟ نعم، هو طبعا هناك في علاجات موثقة نستخدمها المراكز الدولية اللي قاعد تستخدم عندنا في العيادة، علاج المواد الكيماوية أو بدائل النيكوتين، طبعا تستخدم ذول الاثنين الرئيسيين. هناك يسمونه من الأشياء البديلة اللي قد يستفيد، ما عليه يمكن موثقة بالشكل الكثير إنه فعلا تفيد الناس، بس مثل ما نقول الطب البديل، الحجامة، الحاجات هذه تفيد بعض الناس. أكيد. وعليها طلب، فتشتغل بآلية معينة هي الليزر، عبارة عن مثل نسميه الكولد ليزر، الليزر البارد، مثل إبر الصينية في مواضع، حوالي 30 موضع في الجسم أو 35 موضع من الرأس إلى القدم إلى اليد كلها، 10 ثواني تسلط الليزر هذا على الجسم، يحفز مادة الإبنفرين نسميها في المخ، فتخفف الرغبة، تخفف الرغبة عند المدخن، فبالتالي على 3-4 جلسات تساعد أن يمتنع التدخين. طبعا كل الأمور هذا المدخن سواء نعطيه العلاج، إحنا إذا ما يمر يوصل مرحلة هو عنده الاقتناع أنه يوقف ما تفيده، لازم طبعا المدخن لما يجي العياده احنا طبعا تكون له في ناخذ من التاريخ المرضي عنده، عدد التدخين، الامراض اللي عنده، وبالتالي المرشد النفسي اللي عندنا يقعد معاه يسوي له بعض الجلسات الارشاديه النفسيه تساعده شلون وتحثه انه يوقف التدخين ان شاء الله. وبعض القياسات بعدين نقيس له احنا نقيس له وظائف الرئه، نشوف الرئه تاثير التدخين على الرئه عنده وش كثر، وكل الامور هاي تساعد انه ياخذ قرار يوقف التدخين. بعدين يشوف الدكتور ويعطيه العلاج المناسب حق حالته حسب حالته الصحيه، اذا عنده مريض من مريض القلب الصدر بس مدخن، فحسب الحاله نرسم له الجدول علاج إن شاء الله. دكتور، مجموعة من النصائح نبيك توجهها لكل شخص يبي يقلع عن التدخين، سواء كان طالب أو كان راشد أو كان حتى أب. نعم، طبعا نقول أول شيء، طبعا نقول حق الجميع، وقف عن التدخين الحين قبل بكرة، واليوم قبل بكرة، وقف وانت سليم، أحسن ما تي بعدين مغصوب للأسف الشديد، عندك جلطة ولا عندك مرض خبيث، ديك الساعة ما في فائدة. ديك الساعة ما نشوف الناس يجون العيادات يصرحون، والله ما تصدقين يعني، يقول كان زين وقفت قبل يجيني مرض خبيث، زين ما جاتني الجلطة، يقول أدري تأخرت، ما حد نصحني قبل، ما حد قال لي أدخن، عارف شلون. فنأمل من الجميع يكون يوقف، فرصة إنه يوقف الحين قبل لا يتأخر الوقت. فرصة حق الآباء اللي يدخنون، لا يدخنون قدام أطفالهم، لا يطرش ولده يبلي سجاير من الدخان من دكان الفريج يشتري سجاير، هاي يشجع الطفل. بتدخن أقل شيء إذا الله ابتلاك بالتدخين، ليه ما توقف التدخين؟ دخن برا البيت، برا عن عيالك، في الحوش، بعيد عن العيال، لا تشجع الأولاد إنه يدخنون، حتى لو يدخن قدام بيتهم الضرر. يعني كثير من الدراسة عندنا
بالنسبة للربو عند الأطفال وجد أن يعطونهم الأدوية الأطفال عندنا في الدوحة ما يخفون. اتضح لما الأب يدخن أو الأم يدخن في البيت تأثير الدواء على الطفل ما يكون بالشكل المطلوب. خاصة الأمراض الصدرية. الأمراض الصدرية خاصة الناس اللي عندهم الربو للأسف الشديد. فلما يوقف التدخين الأب في البيت سبحان الله الولد يتحسن بشكل لا تصورينه. في نفس الشيء الناس اللي عندها ربو وتدخن لقوا أن تأثير الدواء نفسه يقل كفاءة الدواء تقل 50% وقاعد يأخذ البخاخات الأدوية وما يتحسن عند النفس ما يتحسن صدره فما منه فائدة. فكل الأمور هاي طبعا لا شك أنه يوقف التدخين. نعمل طبعا أن الناس اللي تسمح في التدخين في المحلات العامة في القهاوي في المولات تمتنع نهائيا عن تقديم الأشياء هذه الشيشة للتدخين. إذا في شيء المولات أصحاب المولات يسوون محلات برا غرف برا حق المدخنين. إحنا ما نقدر نمنع الناس كلها بس أقل شيء ننظم العملية. لا شك لما تسوين تنظمين العملية تخلين العملية برا التدخين ما يدخل الواحد بالاستديو يتكيسل بدل ما يدخن كل 5 دقائق 10 دقائق بيطلع برا كل صحيح. ساعة ساعتين فبالتالي استهلاك التدخين عنده بيخف وبيقل كثير وبالتالي ساعده انه يفكر وياخذ قراره في التدخين. كثير ناس لما طبق قانون منع التدخين بشكل صارم وجيد ساعدهم ان ياخذوا قرارهم يمنعون التدخين وبالتالي يلجون للعيادات مكافحه التدخين تعطيهم الرشد والعلاج. اكيد الدكتور احمد محمد الملا استشاري اول الصحه العامه ومكافحه التبق ورئيس عياده التدخين ومستشار وزير الصحه العامه كل الشكر والتقدير لك على تواجدك معنا. شكرا لكم ان شاء الله وانا سعيد كنا معكم ونامل يكون ان شاء الله رساله فائده للمشاهدين الكرام والمدخنين وغير مدخنين ان شاء الله. ودائما مثل ما عودتونا في برامجكم كن دعم لنا اكبر الاعلام صراحه دعم ما نستغنى عنكم اهم أكيد. شيء في مثل ما نقول الذراع الايمن يعني لنا في شغلنا ان شاء الله. اكيد سعيدين جدا طبعا باستضافتك ومشاهدين ولازم الواحد يحرص ويحافظ على صحته سواء كان داخل البيت او خارج البيت بالتدخين او من غير التدخين. والحين ننتقل معكم مشاهدين مره ثانيه نعود الى زميلنا مروان ابو شنب من بورصه قطر. اليك مروان. شكرا لك الزميلة شيخة مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام من البورصة القطرية والمؤشر عند مستويات 9366 نقطة. حصلت عمليات جني أرباح واضحة للارتفاعات التي شهدناها خلال آخر الأسبوع جلسة آخر الأسبوع وكانت يوم الخميس كما نعلم أنه الأمر المميز كان في يوم الخميس أنه عمليات البيع التي كنا نشهدها بشكل اعتيادي في آخر دقائق من إغلاق جلسة التداول لم تكن موجودة. يعني كان هناك عمليات شراء مكثفة حتى آخر دقيقة من إغلاق السوق سواء في جلسة الأربعاء أو في جلسة الخميس. فكان متوقع في جلسة الأحد أن تتم بعض عمليات جني الأرباح للعديد من الشركات التي حققت ارتفاعات كما ذكرنا معتبرة. في هذه اللحظات المؤشر العام كما ذكرنا 9364 الشركات المرتفعة الإسلامية في الصدارة عند 52 ريال مع ارتفاعات عند حوالي 2%. شركة دلالة 19.25 ريال مع ارتفاعات بحوالي 1%. فودافون أيضا هناك ارتفاعات فيها عند 8.65 هي ثالث شركة في الشركات المرتفعة. مخازن عند 47.20 ريال والشركة الطبية عند 7.81 ريال. بالنسبة للشركات المنخفضة كهرباء وماء ما زالت في صدارة الشركات المنخفضة عند 200 ريال. ناقلة ثانيا 18.90 ريال. مزايا 10.76 ريال. ومجموعة المستثمرين عند 48 ريال. والملاحة خامس الشركات المنخفضة عند 72 ريال. اليوم طبعا لربما أيضا من المواضيع الهامة والتي كانت مثار جدل في البورصة القطرية وحديث عن أنه يعني الانخفاض الذي حصل في بورصة قطر منذ بداية الحصار كان له يعني أيضا بعض المنافع وبعض الأمور الإيجابية التي رصدت وهي طبعا التراجع الملحوظ في المكررات الربحية لكثير من أسهم الشركات وبات يعني مكرر السعر إلى العائد في حدود 10 مرات وفقط أو أقل مع كون المكرر المتوسط لكل السوق كان أقل من 13 مرة. هذا أدى إلى يعني توقف في عمليات البيع ولاحظنا استقرار في المؤشرات والأسعار. على صعيد آخر أنه يعني الملاحظ الآن أنه البورصة القطرية تحاول أيضا الخروج من تحت
تحت عباءة المحافظ الاستثمارية الأجنبية تحديدا، والتي كان لها منذ العام تحديدا يعني 2014 و2015 و2016، هذه الأعوام شهدت ثقل كبير، دخول ثقل كبير للمحافظ الاستثمارية، والتي يعني في بعض الأحيان لم يكن سلوك هذه المحافظ في مصلحة السوق بالدرجة الأولى، نظرا لأنها محافظ مضاربية كانت وليست صانعا للسوق، كانت تبحث عن الربح السريع، فبالتالي هذا يسبب كان اختلالات في البورصة القطرية وفي أيضا أسعار أسهم الشركات. فاليوم لربما إذا ما عدنا قليلا قبل الانضمام إلى المؤشرات العالمية، وهنا النقطة الإيجابية أنه السوق كان مبني على دخول المحافظ المحلية، سواء كانت محافظ شبه حكومية تابعة لبنوك أو حتى محافظ تقوم بإدارتها شركات وساطة محلية أو حتى مستثمرين أو حتى مضاربين، كانت تداولاتنا تصل في بعض الأوقات إلى ما يفوق المليار، كان متوسط نتحدث عن حوالي 700-800 مليون فقط معتمدة على المحافظ الداخلية والسيولة القطرية تحديدا، وهذا الأمر كان إيجابي. ولا ننسى أنه المؤشر العام في تلك السنوات، يعني نتذكر بعد العام 2006 ووصول المؤشر العام إلى أعلى مستوياته كان قريب من 14,000 نقطة، يعني فالمفروض كان متوقع أنه بعد دخول سيولة جديدة وانضمام المؤشر بورصة قطر إلى المؤشرات العالمية أنه هذه السيولة تتعزز، لكن كما ذكرنا أنه سلوك المحافظ الاستثمارية الزخم الذي كان مبني على هذا الدخول المكثف لم يأتي كما توقعنا، ولكن العودة إلى تلك الأيام لربما يكون أفضل، العودة إلى الاحتكام إلى المحافظ الاستثمارية. ولاحظ أنه في اليومين الماضيين طبعا لا ننكر دور المحافظ الأجنبية في الدخول، لأنه كان واضح دخولها المكثف، وهذا أمر إيجابي في ضوء ما يمارس ضد البورصة القطرية من عمليات كما ذكرنا خروج ممنهج لمحافظ خليجية. ولكن في المقابل هناك من يرى بالتأكيد أنه الأسعار الحالية، وصلنا إلى أسعار التي وصلت إليها العديد من الشركات وهي الأول مرة تصل في تاريخها يعني، وبالتالي كان لابد من الدخول واستغلال هذه المراكز التي وصلت إليها، ولكن بشكل عام جيد يعني، حتى السيولة المتداولة حاليا حتى وقياسا بأسواق المنطقة الخليجية تبقى البورصة القطرية وضعها رغم كل ما يحصل هي الأفضل، هي الأكثر على مستوى لربما السيولة، نتحدث أيضا يعني الهدف واضح بالنسبة للسيولة الساخنة أو السيولة الأجنبية. هناك طبعا كما لا ننسى أنه يعني ما زالت الأخبار تتوارى عن موضوع مكونات الاقتصاد القطري، واليوم ينشر بنك قطر الوطني دراسة يتحدث فيها على وضع السوق الغاز، وأيضا قال البنك أنه دولة قطر ستحافظ على هيمنتها على السوق العالمي للغاز الطبيعي، فهي ما تزال اللاعب رقم واحد في السوق العالمي للغاز الطبيعي بالرغم من الزيادات في إمدادات أستراليا وفي الولايات المتحدة. البنك قال أنه حصة دولة قطر من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بلغت أكثر من 30% واستحوذت على 70% من الطلب الجديد في إفريقيا، وهو ما يعوض وبزيادة عن التراجع في شحنات الغاز إلى اليابان، ويرجح أن يتعزز موقف دولة قطر أكثر بقرارها الأخير بشأن زيادة الإنتاج بنسبة 30% على مدى السنوات الخمس إلى السبع القادمة. ونحن نعلم يعني أيضا أهمية هذا الملف، ملف قطر بموضوع الغاز وموضوع النفط وصادراتها إلى دول العالم وتأثير ذلك على الوضع الداخلي وعلى حتى وضع يعني الشركات المدرجة في القطاع الصناعي. ننتظر بإذن الله تعالى باقي الشركات وإعلاناتها التي ستتوالى خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم، الكثير من الشركات ستعلن عن نتائج أعمالها، إن شاء الله تكون نتائج جيدة كما كانت في بنك قطر الوطني. جلسة هادئة اليوم إلى حد ما في بورصة قطر طبيعية في ظل الارتفاعات التي وصل إليها المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي والمكاسب الكبيرة التي حققها. نعود بكم الآن إلى الزميلة شيخة في برنامج في الضحى، شكرا لكم، إلى اللقاء. شكرا لك زميلي مروان أبو شنب على هذه التغطية من بورصة قطر، ونتمنى مثل ما قلت تكون الأرقام أيضا كل ما يجري في بورصة قطر إيجابي. والحين ننتقل معاكم مشاهدين مثل ما عودناكم نحن نغطي كل الفعاليات والأنشطة أيضا اللي في دولتنا قطر، ننتقل إلى جدارية تميم المجد اللي تم تدشينها في مدينة الكعبان، نشوف هذه الفقرة ونرجع لكم بعدها.
نعيش ونرض على الأرض هذه ونموت كلنا ونقول تميم، والوالد الشيخ حمد بن خليفة، وكلنا على إن شاء الله على يد واحدة. جميع أفراد القبيلة على هالحضور والتلاحم مع دولة قطر، وهذا يدل على كلنا أن خلف الحكومة رشيدة. وأشكر كل قبائل قطر على هذا المبادرة الطيبة، أنهم دلوا وبينوا للعالم أن كلنا يد واحدة. نجدد الولاء لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني، وإحنا هنا نقدم الولاء لهم لحكومتنا الرشيدة. الواقع اليوم جدارية الشيخ تميم بن مجد في منطقة الكعبان في شمال دولة قطر. أيضا احنا نحاول نغطي جميع المناطق من الجنوب للشمال لإظهار الولاء والانتماء لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني. اليوم مشاركتنا كلنا جميعا، احنا نمثل يد واحدة، أبناء مدينة الكعبان، أبناء القبيلة كلنا نمثل يد واحدة، وأدينا التجديد للولاء والطاعة لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني. هذه الفعاليات أو هذه الجداريات اللي خلتنا احنا نتكاتف مع بعضنا البعض، وهالمناسبات اللي خلتنا نقرب من بعض أكثر. الحمد لله مثل ما تشوفون الشباب كلهم هنا موجودين، وأبناء القبيلة كلهم موجودين متكاتفين مع بعضهم البعض. فيها كلام والمواقف حافظين كتابها. شاركنا اليوم في مدينة الكعبان على لوحة تميم المجد، وهذا يعبر عن التلاحم للوطن والولاء للوطن، ونجدد الولاء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى. كلنا متواجدين هنا أبناء القبيلة عشان نجدد بيعتنا حق سمو الأمير، وسمو الأمير يمشي وإحنا وراه مهما كان، وإحنا في أي ظروف مع السويدي سمو الأمير. الحصار هذا علمنا أن إحنا نتلاحم مع قيادتنا ومع أميرنا ومع الشعب كله، كلنا لحمة واحدة وكلنا شخص واحد نعتبر. إحنا ضد أي شيء يمس قطر كحكومة أو يمس أمير البلاد، فإحنا متواجدين هنا ونبايع ونجدد الولاء لسمو الأمير تميم بن حمد الثاني الله يحفظه ويرعاه. وإحنا جينا في هذا اليوم نجدد ولاءنا لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني حفظ الله ورعاه. ومثل ما تشوفون في هذه التغطية وجود أبناء العم والكبار والصغار، طبعا هذا الشيء يزرع فينا حب الولاء للوطن. من صلب هذا الثرى وامجاد الأجدادي ولفح الهجير ونخيل العز وسيوفه، جيت بيميني ترفرف راية بلادي بالكف واسمه وفوق جفاني حروفه. سلام يلي مقرك داخل فوادي، تسليمتن من صميم القلب مصروفة، دار التميمي وريث أمجاد، الأمجادي ملكية في كتاب المجد معروفة، الموت فيها كتب لي قبل ميلادي والعمر يهب لها. لكم العالم ولنا قطر، كلنا قطر كلنا تميم، كلنا قطر وكلنا تميم، كلنا قطر كلنا تميم. Thank you.
رجعنا لكم مشاهدين مرة أخرى في برنامج في الضحى، ومع الفقرة الثانية هو إنجاز من الإنجازات التي تضاف إلى إنجازات دولة قطر في كأس العالم للألعاب التفاعلية، حيث فاز اللاعب القطري الوحيد والعربي الوحيد أيضا في التصفيات النهائية لكأس العالم للألعاب التفاعلية المقام في دولة قطر. اليوم نستضيف هذا اللاعب أحمد المقصيب، حياك الله. أقول لك البطل؟ تقولين الله يحييك أحمد. بس قبل طبعا نعرف الجائزة ونبارك لك طبعا بحصولك على مبهج جائزة اللي هو المرتبة أو الوصول إلى النهائيات في كأس العالم للألعاب التفاعلية. إيش المقصود بالألعاب التفاعلية؟ الألعاب التفاعلية هي أساسا جهاز في كل بيت أكيد موجود، في حتى في بعض البيوت يمكن جهازين أو ثلاث. هو الجهاز هذا في عليه ألعاب، وأنا متخصص في لعبة فيفا اللي هي لعبة كرة القدم. نعم. وهاللعبة صارت لها يعني بطولات عالمية. نعم. خصوصا في السنوات الأخيرة، وتطورت إلى درجة كبيرة. نعم، هاي اللعبة موجودة على البلاي ستيشن. أيوة. صح؟ نعم. اللي احنا نسميه السوني. أيوة السوني. أيوة. إذن التصفيات اللي أنت شاركت فيها، تقول لي شلون أنت قدرت توصل إلى التصفيات النهائية في هذه البطولة؟ خصني بطولة عالمية طبعاً، يعني كتير منافسين. طبعاً صحيح. طبعاً فيفا اللي هي المؤسسة العالمية لكرة القدم هي تنظم هالبطولات، وطبعاً لعيبة من جميع آسيا، حتى في لعيبة من جنوب أفريقيا ولعيبة من اليابان، كلهم يلعبون هالبطولة على أساس أن لاعبين فقط يتأهلون إلى بطولات كأس العالم. فطبعاً التنافس كان صعب، لأن يعني أنا شاركت في بطولات كبيرة، يعني الثقة وهالشيء ما كان عاجز يعني فعلي. لكن ما توقعت يعني نسبة التركيز بعض اللعيبة، يعني المستوى محلياً طبعاً يكون أقل من مستوى إذا كان قاري أو آسيوي. نعم. كونك أنت العربي الوحيد بين اللعيبة الموجودين من أنحاء العالم، ما يعني زعزع ثقتك في نفسك أو حسيت بالخوف شوي؟ بالعكس، هذا شيء يعني أفتخر فيه أنا كشخص طبعاً، لكن قلت لك من ناحية الثقة والخوف لا بالعكس، هو أنا يعني رايح وفخور إني أنا تأهلت، فراح ألعب بأقل ضغط من اللعيبة اللي بيكونون هناك. وين بيكون إن شاء الله التصفية النهائية؟ وين بتكون؟ إن شاء الله بتكون في لندن في 16 من الشهر الجاي إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، وإنك إن شاء الله فعلًا فعلًا تنال الجائزة وترجع فيها دامين لعبة. أنت قلت لي تحت الهواء إنك أنت أصلًا لاعب، يعني صحيح. تلعب أصلًا كرة القدم في نادي الأخوية، وأيضًا في اللعبة اللي في البلاي ستيشن. صحيح. شلون تلاقي إن في فرق بين اللعبة هذه اللي في الواقع وبين اللعبة اللي في الخيال، وإيش أضافت اللعبة اللي في الواقع لقدراتك أنت كلاعب في اللعبة نفسها؟ أول شيء طبعاً هو الضغط موجود في كل يعني اللعبتين، لكن طبعاً اللي يفرق إن أنا في التفاعلية أتحكم بالفريق كامل، فهي يعتبر ممكن أصعب لي، لكن في الناحية الثانية إن أنا كلاعب بروحي في الملعب أدي الواجب اللي علي، فهل يختلف من ناحية التكتيك أو يساعدني أكيد، لأن أنا ممكن أعرف أقرأ اللعب أكثر من اللي أنا ألعب ضده يقدر يقرأ لعبي، فأكيد هاي يساعدني في هالشيء. نعم. كونك أنت تلعب هذه اللعبة، إحنا خلينا نقولها إن هي لعبة بلاي ستيشن يعني أو لعبة خيالية، أكيد فيها ضغط أو أعصاب. هل لما أنت تلعب بروحك بدون منافس، أنت قاعد تلعب في البيت بروحك، هي نفسها لعبة لما تعرف إن في منافسين لك على مستوى عالمي؟ لا بالتأكيد لا، لأن في البيت بكون على راحة وعلى ساعة، و تقريبا 100% واثق اني بفوز في المباراه مثلا اللي بلعب فيها، لكن اذا لعبت ضد لاعب مثلي او في نفس المستوى اكيد بيكون اصعب، ولازم يعني اغير من الطريقه اللي انا بلعب فيها مثل الطريقه اللي انا العب فيها في البيت. شنو اقرب نادي لك انت تلعب من خلال تلعبه معاه من خلال اللعبه اللي قاعد تلعبها في البلاي ستيشن؟ والله انا معروف مدريدي العشق يعني، فكلهم يعرفوني مدريدي فالعب في مدريد دائما يعني. طيب، قيمه النسخه الاولى لكاس الالعاب التفاعليه سنه 2004 وشارك فيها اكثر من 5 ملايين لاعب منذ عام 2009، هاي اللي خلاها ان هي اكبر بطوله للالعاب التفاعليه على مستوى العالم. انت تشوف نفسك انت في هذه اللعبه، هل انت قدرت تطور قدراتك من خلال اللعب في من خلال لعبها البلاي ستيشن؟ اكيد، لان مثلا يعني انا
لاعب محترف في البلاي ستيشن اعتبر حاليا. فانا مثلا لما العب ما العب لمده 10 ساعات متواصله، مثلا العب ساعتين او ساعه، لكن اعرف شو اللي ابي اوصله وانا العب، شو اللي انا ابي احتاج اطبقه عشان اتنافس او انافس في البطوله العالميه هناك. شو يكون عندك هدف معين انت حاب توصل له؟ صحيح صحيح. وشنو الهدف اللي انت حاب توصل له؟ يعني هناك انا طبعا عندي استراتيجيه معينه في كل بطوله، والله الحمد هي اللي لحد الان ما فشلت معي، ان اخذ كل مباراه على خطاها. نعم. نفس ما المدرب في الحقيقه ياخذ كل مباراه على تكتيكها على ظروفها. نعم. فهل تكتيكني انا ماشي عليه، فهدفي الحين ان افوز في اول مباراه في لندن. نعم ان شاء الله. طيب شنو الفرق بين الواقع اللي انت تحاكيه من خلال اللعبه والواقع اللي انت تلعب فيه؟ يعني وين تلاقي نفسك اكثر، في الواقع الحقيقي ولا في الواقع الخيالي اللي انت سويته؟ والله للاسف ما اعرف شلون قلت، يعني حزات اكون متفوق في البلاي ستيشن ومثلا اروح التمرين واحس نفسي لا انا كنت هناك العب احسن، لكن في يوم بعده فشيء غريب، يعني ما اعرف شلون افسرت شيء بكل امانه. هو الشعور طبعا اكيد غريب بيكون، لانك انت مثل ما قلت انت كنت المتحكم في البلاي ستيشن في اللعبه كلها. صحيح. وفي اللعيبه وفي اختيارهم وطريقه اللعب، اما في الواقع لا. صحيح. يتحكم فيك المدرب. صحيح. طبعا. طيب في التصفيات النهائيه اللي راح تقوم ان شاء الله في لندن، متوقع انت ان شاء الله انك تفوز، متوقع ايضا قوه اللعيبه اللي بيكونون مقابلين او يعني لك؟ اكيد. ليش؟ لان انا مثل ما قلت لك في لاعبين مكرسين حياتهم حق هالموضوع، يعني في لاعبين وظيفتهم ان انا لاعب تفاعلي او لاعب لعبه فيفا في سواء بلاي ستيشن او اي جهاز اخر. نعم. فهذيل هم مكرسين يعني محترفين فقط لهالشيء، فهاي مو بدنا بيعطيهم ميزه، لكن هذه وظيفتهم. فاذا ما فاز في هالشيء او اذا ما وصل لمرحله معينه لنصف النهائي نهائي، هو يعني ما له اي قيمه لكل اللي يسويه طول الموسم، فهاي اللي بيصعب عليه الموضوع. اما من ناحيه التنافس او اللعب ما اتوقع انه بيكون في فرق كبير، يعني لانهم اغلبهم بيكون من اوروبا، فالدرجه او اللعب يتغير من قاره. نعم. اسيا الى اوروبا في نمط بسيط يعني. شنو النصيحة اللي توجهها للشباب اللي قاعدين يلعبون على البلاي ستيشن بالعشر ساعات وأكثر ويمكن أيام، أو أن يكون عندهم هدف مثلك؟ أنا أخوي الصغير طبعا هو مثل قصتي، لكن للأسف أنه يلعب فترة طويلة. هو كل شيء لوقته، الموازنة في جميع الأشياء حلو. العب، ما حد حتى ابوك او امك ما راح تقول لك لا تلعب، لكن لما تلعب توازن، تلعب 10 ساعات هو اكيد بياثر على صحتك على عينك على حتى يؤدي الى الكسل، يعني في دراسات تقول لك ان لعب 10 ساعات متواصله يؤدي الى الكسل. اكيد. فاللي انا بنصحهم اياه ان يوزعون وقتهم وينظموا وقتهم في اللعب. طبعا لاعب البطل اللي وصل لك لنهائيات كاس الالعاب التفاعليه، نشكرك على تواجدك معنا. يعطيك العافيه ونشكركم على الاستضافه، ما قصرت. الله يسلمك. وننتقل من الالعاب التفاعليه والبطولات الى فعاليه تدشين جداريه تميم المجد ايضا في منطقه اخرى في المطار القديم. نشوفها هذا التقرير وناخذ فاصل ونرجع لكم. لأن قطر وهالقطر وقادتنا عودونا الله يجزاهم خير والله يطيل في عمارهم ويهديهم إلى الحق إنهم دائماً عليه، قريبين منا جداً، بيت سمو الأمير مفتوح، مجلسه مفتوح لنا، أي واحد عنده مظلمة على طول يروح لسمو الأمير، يروح النائب الأمير، الوزراء طال عمرك أبوابهم مفتوحة، في كل مكان نروح. إذن هذا الشيء أنعكس على نفسيتي ونفسيتك، انعكس على الناس. الناس يعبرون عن مشاعرهم، صدقني وقسما بالله، يعني ما حد مكلفني اني احلف ان الناس يتكلمون بصدق وبامانه. لو كتبنا ما كتبنا من اغاني ومن قصيد. انا عمري في الستين، والله العظيم ما نتصور الشيء هذا من ناس يقولون انهم اهل حقيقه. ما أدري إيش أقول، والله العظيم لساني يعجز إني أتكلم يعني. من
الواحد لازم يقول كلمة الحق، وحاسة إنه لو ما شاركنا إنه إحنا مش ما ننتمي لهالبلد، وإحنا مو بس لأنه مقيمين عدنا بلدنا، لا هاي بلدنا الأول، لأنه هاي رزقة عيالنا هني. أنا أولادي مواليد قطر، فحاسة إنه لمتنا كلنا لازم نعبر على إنه إحنا واقفين وراء سمو الأمير المفدى. أنا كسوري بحب شعب الخليج بشكل عام وكل الشعوب العربية، بس معنا هذا الشيء ما بيمنع نوقف مع القضية العادلة ونوقف مع الصح، وبيقول لك انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إنه شلون إذا كان ظالم إنه تردوا عن ظلمه، ونحن كشعوب برأينا منرد الظلم وقت منقول إنه هون في خطأ، أنتوا أخطأتوا يا أشقائنا العرب بمقاطعتكم وحصاركم لدولة قطر. صراحة الكل كان كبير ولا صغير منحس نحن أنه كلياتنا إيد وحدي، منحس حالنا أنه يعني أولاد هالشعب، يعني صلنا هون 6 سنين وما شفنا إلا كل خير. يعني الله ينصر الشيخ تميم وينصر الشعب القطري ويديم الأمن والأمان والعز يا رب. كتبت على اللوحة تميم مجدنا وكلنا تميم كلنا قطر، ورسمت الصورة اللي في اللوحة. أنا اليوم جيت كتبت، وأتمنى أن كل واحد يكتب، لازم نكون يد واحدة مع حكومتنا مع شعب واحد ما يهمنا حد. أقول شيخ أنا خايل العلي وسط لا تبيه. مشاهدينا مع آخر فقرة من فقرات برنامجنا اليوم في برنامج في الضحى. اليوم راح نسلط الضوء في الفقرة الأخيرة على موهبة عند فنان تشكيلي. هذه الموهبة موجودة عنده منذ الصغر، فاز بالعديد من الجوائز الدولية، وأخيرا انتشرت له لوحة في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، ورح يسجل التاريخ له هذا الإنجاز. معانا اليوم الفنان التشكيلي حمد المطاوع. حياك الله حمد. الله يحييك. صبحك الله بالخير. صبحك النور. شو أخبارك؟ الله يحييك. سمت حمد، أنا عرفت طبعاً أن في لوحات كثيرة متميزة أنت رسمتها منذ عام 2013 إذا ما خاب ظني، من بينها كانت لوحة تميم المجد. تكلمنا عن الشخصيات البارزة ولوحة تميم المجد اللي لاقت انتشار واسع وكبير في وسائل التواصل الاجتماعي. والله أنا كانت فكرتي أن أرسم تقريباً 50 شخصية، شخصية مؤثرة حول العالم، خلال الفترة هذه جددت الرسمة مرة ثانية وسميتها كلنا تميم، فطبعت منها وايد حروت 8000 الحين وصلت، وزعتها على اللي أعرفهم من ميالس من ناس من جمهور، الحمد لله يعني. نعم محمد، يعني أنت كونك أنت رسمت هذه الرسمات كلها رسمتها بشكل أنيميشن صح؟ هي كانت قبل بالرصاص. نعم. بس الحين جددتها بالديجيتال. زين، شلون تشوف رسمة الرصاص وانتقالها إلى الديجيتال؟ وين تشوف طريقة الرسم هذه وصلت في قطر؟ والله الديجيتال الحين غالبا الرسامين يستخدمونه. نعم. وبعد مع قلم الايباد يعني خدمنا وايد. نعم. فالتطور أسهل يعني. نعم. تشوف انتشار لوحة أنت كفنان، تشوف لوحتك منتشرة الحين في وسائل التواصل الاجتماعي، ايش يعني لك هذا؟ او يعني ايش شعورك لما تشوف لوحتك انت اللي رسمتها وتعبت عليها منتشره بشكل كبير بين ابناء المجتمع؟ والله هو شيء يعني يفرح، يعني كون ان انا اتمشى واشوف السيارات اللي معلق الاستيكر واللي حاط
وما يدري ان انا صاحب الرسمة يعني. نعم انت ما حاط توقيعك عليها؟ لا مع الطباعة شوي شوي يروح. نعم طيب انت حاولت انك انت تنقل الصورة هذه يعني لوسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الاستيكرات مثل ما شفنا، ايضا فكرت انك تنقلها من لوحات مطبوعة للاستيكرات الى لوحات اخرى مثلا، او تسويها في جداريات كبيرة؟ والله انا سويت جداريتين، واحدة حق سمو الامير وواحدة حق الامير الوالد، حطيتهم قريب الميلس عندنا، ف يعني خلال يومين انترست ما شاء الله انتواقية الحمد لله. ما شاء الله. وين موقع الميلس عشان نقول حق المشاهدين يوني يوقعون عندك؟ في الخرطيات يعني اللوحتين اكيد طبعا عليهم العديد من التوقيعات، فكرت انك تاخذ انت هذه اللوحه، انا ما اعرف هل هي جداريه كبيره نفس الجداريات المنتشره في دوله قطر؟ هي تقريبا حجمها 3 متر في 3 متر ما شاء الله. عقب ما انترست يعني احتفظت فيها، ما بخليها يعني. ليش تحتفظ فيها؟ لازم ذكرى. طبعا ما فكرت انك تسلمها مثلا لاحد المسؤولين انه مثلا يبروزها او يحتفظ فيها؟ والله لحد الحين يعني ما شفت يعني حد انه يقول لنا يبيها. انت ما فكرت والله ما انك تقدمها لاحد؟ ان شاء الله اذا بيحطون الجداريات كلها ان شاء الله. طيب انت يعني حمد الحين فنان تشكيلي، اكيد عندك مدرسه من المدارس الفنيه اللي انت تحب انك تكون تابع لها او تمارس الرسم من خلالها، ايش المدرسه اللي حمد يتبعها؟ والله شوي انا نوعت يعني، بس اكثر شيء ميولي حق الكرتون، يعني الكل يعرفني ان انا رسام انمي. نعم. فشوي كذي وشوي كذي كل فتره اغير ابتكر شيء جديد يعني. انت لما دخلت يعني انت خريج جامعه قطر؟ لا مو مخرج. طيب انت لما اتجهت الى فن رسم الكرتون، حاولت انك تسوي لك مثلا مسلسلات كرتونيه ذات سلسله متتابعه، ولا اكتفيت بس برسم يعني فردي؟ والله شوف انا حاولت، بس انه يبي لها وقت طويل، لان 6 دقائق تسوي ثانيتين اذا بحركها، فيبي لها وقت طويل، فاكتفيت بالانمي القديم الكرتون القديم. حمد دائما اللي يقول لك الرسام يعبر عن كل انفعالاته من خلال رسمات اللي يرسمها، ايش اقرب رسمه لحمد وفعلا قال انا هني عبرت عن كل اللي في خاطره او انفعالاتي؟ هو صح هالشيء، بس هم الناس اللي يشوفون هالشيء، يمكن انا ما اشوف هالشيء فيني. عندي رسمه خيل رسمتها على 3 مراحل، المرحله الاولى التخطيط، بعدين خربتها بالالوان، بعدين محيت الخيل خليته بالابيض وخليت الالوان بارزه، فهذه هي يعني اقرب واحده لي. الرسم بالرصاص تقصد؟ لا كانت بالالوان. بالالوان. وليش خربتها زين يعني؟ ما عجبتك يعني لما كانت بالالوان، او انك انت كرؤيه فنان شفتها افضل؟ انا ما ادري شلون سويتها كذي بصراحه، خربتها بالالوان بعدين محيت الخيل خليته بالابيض والخلفيه كانت بس بالالوان. طيب كلمة أخيرة تحب توجهها لجمهورك ومتابعينك؟ والله أحب أشكر كل اللي دعموني وكل اللي وقفوا معاي في هالمرحلة هذه بالذات، يعطيهم العافية وشكرا على الاستضافة. نعم الفنان التشكيلي حمد المطوعة، جزيل الشكر لك على تواجدك معنا في برامج في الضحى. وبهذا نكون وصلنا مشاهدينا إلى آخر فقرة من فقرات برنامجنا، طبعا عن الفن التشكيلي وعن أهم الفعاليات المنتشرة في دولتنا الحبيبة قطر. ناخذ فاصل ونرجع لكم مرة ثانية. Thank you.
رجعنا لكم مشاهدين ومع ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم. ممكن تشوفون إعادة حلقة اليوم على تلفزيون شاشة قطر الساعة 2 بعد منتصف الليل أو على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر أسفل الشاشة. ابتسم بس مش بالضرورة فرح، ولكن تفاؤلا بأن الله ما رح يخيب ظنك. مع السلامة. يا منزل السبع المثاني سلم قطر دار ابني ثاني الله يا رب البرية. يا منزل السبع المثاني سلم قطر دار ابني ثاني الله يا رب البرية. يا منزل السبع المثاني سلم قطر دار ابني ثاني يالله يا رب البرية. وسلم سليل المجد والجود عساه حي ودوم موجود ذخر وعز للرعية. تميل لا عم سنا لريا ثم اعتزا خيا